ثمانية حقائق عن كندا. الحقيقة الأولى: كندا ثاني أكبر دولة في العالم، يقطنها 33 مليون نسمة. ماذا يعني هذا لكم؟ هناك الكثير من المساحات المفتوحة للمتعة. الحقيقة الثانية: كندا من أكثر دول العالم قرباً إلى القطب الشمالي. ماذا يعني هذا لكم؟ إن كميات الثلوج قد تكون أكثر مما قد تكونوا معتادين عليه، ولكن أنا متأكدة أنكم سوف تحبونه. استمتعوا بأفضل أماكن التزلج والمنتجعات في العالم. الحقيقة الثالثة: كندا تقع على نفس خط العرض مع أوروبا. ماذا يعني هذا لكم؟ تشارك كندا خطوط العرض مع أوروبا وآسيا. 75% من الكنديين يعيشون ضمن 160 كيلومتراً من الحدود مع الولايات المتحدة. سوف تعيشون 4 فصول متميزة، من الربيع إلى الصيف ومن الخريف إلى الشتاء، حيث يتغير المناخ على مدار العام. الحقيقة الرابعة: كندا تمتد على 5000 كيلومتر من المحيط الأطلسي إلى الهادئ. ماذا يعني هذا لكم؟ الغابات الشاسعة والهواء النقي، الأنهار النظيفة والحياة البرية المتنوعة والجبال المرتفعة توفر لك كندا فرصاً لا حدود لها للاستمتاع بوقت فراغك. الحقيقة الخامسة: كندا دولة متعددة الثقافات. ماذا يعني هذا لكم؟ من المعروف عالمياً عن الشعب الكندي أنه شعب ذو عقلية منفتحة ومضياف، ولديه اهتمامات بالثقافات الأخرى، لذلك سيكون من السهل عليكم تكوين صداقات جديدة. الحقيقة السادسة: 80% من سكان كندا يعيشون في المناطق الحضرية. ماذا يعني هذا لكم؟ تقدم المدن الكندية مثل فانكوفر وأدمنتون وكالاغاري ومونتريال وأوتاوا وتورونتو خيارات ثقافية مثل المتاحف، قاعات الحفلات الموسيقية والمسارح، المهرجانات الصيفية والحياة الليلية المميزة، وأيضاً المطاعم العالمية التي تقدم المأكولات من جميع أنحاء العالم. مدن كندا لديها كل شيء. الحقيقة السابعة: كندا تتمتع برفاهية المعيشة. ماذا يعني هذا لكم؟ إذا أردت السفر بالطائرة أو أن تقود سيارة أو تستقل حافلة أو قطار، فوسائل النقل الكندية موثوقة وبأسعار معقولة وتسهل الوصول إلى حيث تريد. كندا أيضاً دولة ديمقراطية سلمية مستقرة سياسياً. 70% من الطلاب الدوليين المشاركين في استطلاع أجراها المكتب الكندي أكدوا أن سمعة كندا كدولة آمنة كانت واحدة من أهم الأسباب التي دفعتهم لاختيارها مكاناً للدراسة. استمتع معنا بأسلوب الحياة الكندية. الحقيقة الثامنة: كندا في انتظاركم. ماذا يعني هذا لكم؟ تعالوا وتعرفوا على التعليم في كندا واستكشفوا عجائب الطبيعة وأسلوب الحياة فيها. للمزيد www.cbie-bcei.ca